السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب لكم النهاردة موقع معجزة بالفعل. الموقع ده تقدروا من خلاله ان انتوا تحصلوا على وصف جاهز للفيديو، وصف جاهز للفيديو، كمان ممكن ان انتوا تحصلوا على وصف للقناة، وده هيكون له فيديو تاني ان شاء الله، وممكن ازاي تستخدموا الموقع ده لعمل فكرة فيديو. كل ما عليك انا هسيب لك رابط الموقع في صندوق الوصف، او ان انت هتدخل على جوجل كروم وتكتب في بحث جوجل رايتر، وهتضغط على اول خيار يقابلك، هو ده الموقع. الموقع هيطلب منك تسجيل الدخول، هتسجل عادي عشان انا مسجل في الموقع. هضغط على ستارت. دي واجهة البرنامج، سهلة جدا. المستطيل عيدك الشمال ده اللي هو اللغة، بنختار العربي. لو ضغطت عليه كده بيدي لك جميع لغات العالم، انا بختار عربي. تاني مستطيل بنستخدمه اللي هو الطويل اللي تحت ده، اللي هو انت عايز تستخدم الموقع في ايه. انا بستخدمه، لو ضغطنا هنا كده بيدي لك خيارات متعددة. انا بستخدم اللي هم الثلاث حاجات اللي خاصين باليوتيوب، انا بختار هنا فيديو ديسكريبشن، يعني وصف للفيديو. بعد كده فيديو تايتل، مطلوب من حضرتك ان انت بتيجي هنا بتكتب عنوان الفيديو، عنوان الفيديو مثلا طريقة عمل فراخ مشوية، تمام، ده عنوان الفيديو. بعد كده بتضغط على رايتر مي اللي هي في المستطيل البرتقاني ده، المستطيل الصغير اللي بجانب المستطيل الطويل البرتقاني ده، لو ضغطت عليه كده جايب لك هنا فاريانت 1 و2 و3. لو انت عايز وصف الفيديو ده قطعة واحدة ولا قطعتين ولا ثلاثة، هنضغط مثلا على ثلاثة، وبعد كده تضغط على رايتر فور مي المستطيل اللي هو البرتقاني. ده وصف الفيديو اللي عمله الموقع لينا، وصف الفيديو اللي عمله الموقع لينا من ثلاث قطع. هقرأ لحضراتكم سريعا، سأوضح لكم في هذا الفيديو كيفية صنع أفضل دجاج مشوي باستخدام بعض المكونات البسيطة. هذه فكرة وعشاء رائعة وسريعة وسهلة، سترضي جميع أفراد الأسرة بمجرد أن ترى مدى سهولة ذلك. نعلم أنك ستصنع هذا الطبق بشكل منتظم في منزلك. ده القطعة الأولى. في هذا الفيديو سأوضح لك كيفية صنع الدجاج المشوي، وأعطيك أيضا بعض النصائح والحيل للشوي بنجاح. القطعة الثالثة، سأريكم كيف تصنعون الدجاج المشوي. الأمر سهل للغاية إذا اتبعت خطواتي. أولا، تناول قطعتين من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد، ثم أقوم بتتبيلهم ببعض الملح والفلفل. سأستخدم أيضا بعض زيت الزيتون، يمكنك استخدام الزيت النباتي أو حتى الزبدة إذا أردت، ثم الأكثر. في هذا الفيديو سأوضح لكم كيف تصنعون الدجاج المشوي. ده وصف جاهز عمله الموقع، مجرد إن أنا كتبت عنوان الفيديو فقط لغير في المستطيل فيديو تايتل اللي هو عنوان الفيديو. هتلاحظ ان وصف الفيديو اللي هو عمله الموقع ده، الوصف ده تضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة في عنوان الفيديو، تضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة في عنوان الفيديو، وده مهم جدا لزيادة المشاهدات. الوصف ده يعتبر وصف يعني من الذكاء الاصطناعي، وصف ولدهولك وصنعه الذكاء الاصطناعي بشكل رائع، تضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة في عنوان الفيديو عشان تقدر تظهر في محركات البحث، لأن الوصف أصلا لا يقل أهمية عن الصورة المصغرة أو العنوان. الوصف بيعتبر هو الدليل اللي بيدي إشارة أو بيخلي خوارزميات اليوتيوب تفهم نصوص الفيديو، لأن انت بتتكلم بلغة أو بتتكلم
بشكل صوتي في الفيديو، لكن الوصف ده هو اللي بيدي المعلومة الأكيدة وبيشرح محتوى الفيديو للخوارزميات. بالتالي الخوارزميات بتوجه الفيديو للنيتش الصح، بتوجه الفيديو للجمهور الصح، تقدر تتحصل على المزيد من المشاهدات وتنمو قناتك، وبإذن الله تحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه. أتمنى أن أنا أكون قدمت لكم معلومة في فيديو اليوم. طبعا أنا أثرت أن أنا أكتب عنوان خاص بقنوات الطبخ، إخواتي وأخواتي أصحاب قنوات الطبخ، الكلام ده بينطبق على جميع المحتويات، جربوا الموقع ده، الموقع ده فعلا معجزة خالص. تحياتي، أتمنى أن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة في فيديو اليوم. ما تنسوناش باللايك والشير وتعليقاتكم، أكيد دعم لينا واشتراككم بالقناة. خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا لحضراتكم جميعا، قبل ما أنسى كل ما عليك اللي أنت هتعمله، طبعا أنا استخدمت الموبايل في الشرح لأن الغالبية العظمى بتستخدم يوتيوب الهاتف وبتستخدم الموبايل، عشان نعمل نسخ ولزق للوصف ده وناخده نعمل له لزق في صندوق وصف الفيديو بتاعنا. بنضغط هنا على الكلام كده، وبعد كده بنختار تحديد الكل، وبعد كده بنختار نسخ ونروح على صندوق الوصف بتاع الفيديو الجديد اللي احنا بنعمله ونعمل لزق. أتمنى أن أنا أكون أوجزت وأنجزت في هذا لحضراتكم. شكرا جزيلا لكم جميعا.